السلام عليكم أصدقائي متابعي الغالي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ منورين. جبنا لكم فيديو جديد وهي الطبخة المفركة الكوسة الرائعة واللذيذة على الطريقة السورية. يلزمنا المكونات التالية وهي البيض والكوسة الحجم الكبير المفركة وحبتين ثلاث حبات ثوم. وهلا قمنا بتقطيع الكوسة على الشكل التالي. اول شيء نسوي شرحات، بعدين نقوم بالفرم. عن جد هي طريقة لذيذة ورائعة وانا بحبها، انا بالذات بحبها كتير. هيك فرمناها حطيناها، نحط عليها الملح بعد ما يكون غسلناها بشكل منيح. هلا حطينا عليها ملح ويقوم تحريكها مشان، وتضل هيك لحتى مدة ربع ساعة مشان الملح يخلي المية جواتها تنزل لتحت. حطينا تحت المصفاية كمان، هي شي طنجرة او شغلة. وهلا حاليا وضعنا الزيت في المقلاة او السمنة، نحن حاليا نستعمل السمنة حسب الاستعمال اللي تستعملوها في البيت. وبعدين جبنا البيض حطيناه في الصحن ورشة ملح، ثم خفقناه او حركناه بالمعلقة. بعدين نسكب البيض في الطنجرة التي موجودة على النار. بعد ما يكون السمنة احتمت صار سخنت يعني، وهلا نغطيها شوي مشان يستوي البيض. وهلا حركناه شوي، بعدين نقوم بإضافة الكوسة المفرمة. أول شي هيك نشفناه، هيك عصرناه مشان تنزل المية جواته. وبعدين حطينا هالكوسة المفرومة على البيض الموجود الطنجرة. هي نقوم نعصرها مشان المي تنزل جواتها. مو حطينا عليها ملح، وبعد ربع ساعة بالحالة الملح بيخلي المي جوا الكوسة تنزل. وهيك نزلنا الكوسة المفرومة في الطنجرة. ولا حاليا استوت، وحطينا عليها رشة بهارات مع رشة ملح. وهلا يا سلام، منظر رائع وجميل أصدقائي وأخواني وغاليين على قلبي. إذا عجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس يعني ولايك شير سبسكرايب، وانتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.